اكو عالم بريطاني اسمه هيلمرت، هذا من علوم الكيمياء. البعض ينقل يقول هذا العالم اكتشف فشيء ترياكسير، اكتشف محلول يخلي على اي معدن يصير ذهب. طبعا غير اكتشاف محلول يخلي على اي معدن شي يصير. هسه احتمال علم النانو الجديد راح تنقارين عن علم النانو لو بعد ما وصلنا. تدرون الامم المتحده قبل سنوات اقرت اللي ما يعرف بالنانو امي. علم النانو بس ما اعرف هو شنو طبيعته. مثلا يصنعون عصير يحطونه بعلبه، يقول لك العصير اذا تخليه بجهاز معين بدرجه 10 يصير موز، 20 يصير برتقال، 30 يصير خوخ. نفس السؤال النانو تكنولوجي طبعا ما يدخلنا احنا، راح يغير ما يغير. بس انا اتحدث مو هسه. هذا هيلمرت اكتشف اكسير محلول يخليه على اي معدن، حديد يصير ذهب، فضه يصير ذهب. زين هسه هذا العالم لما سالوه من امتى وصلت الى هذا المحلول العجيب، قال لهم من جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليك يا مولاي. جعفر هم يقولهم جعفر بن محمد كان عنده تلميذ اسمه جابر بن حيان الكوف، وجابر كان عنده كتابا في الكيمياء من 1000 صفحة فيه 1000 رسالة، وهذه الرسائل كانت بينه وبين الإمام الصادق. الصادق يبعث إلى جابر معارف كيميائية، معادلات كيميائية، جابر ينفذها بالمختبر. هيلمرت الإنجليزي يقول أنا هذا الإكسير العجيب أخذته من الإمام الصادق. شلون؟ يقولهم الإمام الصادق كان يبعث معادلات إلى جابر عن طريق رموز، وهي علم خاص، رموز ويضمنها شعر. يقولهم أنا عرفت أكو نص الإمام الصادق انطبي رموز بأبيات شعرية، هذا النص درسته لمدة 11 سنة. يا من عنده خلق يقف أمام حديث الإمام الصادق 11 يوم. Yeah.